خلينا نشوف هذا التقرير عن مباريات الغد. تعود مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدا من جديد بمباراتين مؤجلتين من الأسبوع الرابع من المسابقة بسبب ارتباط النصر والهلال بالبطولة الآسيوية، حيث يواجهان الطائي والفيحاء. لأول مرة في دوري المحترفين سيتجه النصر إلى حائل من أجل لقاء مستضيفه الطائي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، لقاء يعول عليه مشجعي طرفي المباراة لحصد نقاط تسهم في تحقيق أهدافها. فالنصر بعد انتكاسة أربع جولات متتالية استعاد عافيته قليلا على حساب الأهلي الجولة الماضية وانتصر بهدفين لهدف. جميلة لتاليسكا، ينطلق تاليسكو. أما الوضع لدى المستضيف مغاير تماما، الطائي أكثر أندية المسابقة خسارة حيث تلقى ثماني هزائم ويعاني من نزيف النقطي جعله في المركز الأخير. الهدافين للنجم المغربي، كرة جميلة جدا، يدير يدير ويحمس يبدر يدير يدير. لقاء يبحث من خلاله النصر لإبقاء فريقه منافسا على لقب الدوري بشراسة قبل اللقاء السادس عشر من الشهر الحالي أمام جاره الهلال، فيما التعادل ربما يكون مرضيا لأنصار الطائي لحصد نقطة ثمينة تساعد الفريق في الخروج من القاع. على استاد الملك فهد الدولي بالرياض يحل خامس الترتيب الفيحاء ضيفا على رابع الترتيب الهلال. الهلال بسجل خالي من الخسارة يطمح لحصد النقاط المنافسة نحو المقدمة والحفاظ على لقبه، أما الفيحاء فيتسلح بقوته الدفاعية والتي لا يتفوق عليه فيها سوى الاتحاد والهلال، حيث لم تتلقى شباكه سوى 11 هدفا. الهلال بعد التعادل الأخير أمام أبها يريد كسب نقاط ثلاثة قبل اللقاء المرتقب أمام النصر. الفيحاء يطمح للوصول إلى النقطة 21 عبر نقاط مضيفه الهلال بعد أن حقق بداية إيجابية الموسم الحالي. والله الحمد لله، يعني بدايتنا جيدة، 18 نقطة نعتبرها، وباقي حوالي ثلاث جولات، فبإذن الله إن شاء الله المباراة الجاية خاصة اللي في أرضنا نأخذ ثلاث نقاط. مباراتين مؤجلتين تعني الكثير لأطرافها في ظل توقف المسابقة بكأس العرب. طبعا عندنا أقرب مباريات بعد مباريات بكرة المؤجلة راح تكون مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.